هشام راني على الستيج جروب سي او. اليوم نتكلم على السيد يان جون، هو الجي تور دي بي تي جي اي نفس الشركه الاساسيه، واكيد توريدات الوطنيه هم وكيل جي تور في المملكه العربيه السعوديه. وهو يتحدث الحين عن نفس الحجم حق المملكه العربيه السعوديه كسوق واهميته لجي تور، وبالاضافه الى كونه احد الاماكن الاساسيه للاطلاق. نفسي اطلعت على السياره وشفتها، فبالتالي بوريكم اياها، ولكن اكيد لازم نشوف تفاصيل الاطلاق الحقيقي. اوكي، نعيش المستقبل. مفتاح معي ترى، اموري طيبه. حضورنا الكريم تم اعلان واطلاق داشن جي تور. خلينا اول شيء نتكلم على الشكل الخارجي. جي تور ناخذين الشكل كيف حركة الديزاين اللي موجود من وراء. ايضا هذه السياره اسمها داشن. السعر حق السياره نفسها 102,000 ريال، نتكلم شامل الضريبة وأيضا شامل اللي هي إصدار اللوح. والحين لما نتكلم على السيارة، فهي نتكلم على فئة نقول SUV شبابية. عندكم 5 مقاعد موجودة، شنطة ملاحظين كيف موجودة، كمية التك اللي موجودة فيها أيضا شيء طيب ورائق. الكاميرات 360 درجة، الشاشة الداخلية 15.6 إنش، وهي اللي فيها أكثر كمية من التك نقدر نقول. السيارة فعلياً 4 سلندر، نتكلم على 1.6 لتر، وأكيد 194 حصان، وأيضاً نتكلم على 7 سرعات جير إيتوماتيكي. يوم نتكلم على أكيد أول شيء الشاشة الصغيرة اللي فيها المعلومات الأساسية المهمة، هذه هي اللي موجودة هنا، ولكن عندكم الشاشة المساندة 15.6 إنش، وهذه الشاشة اللي تمكنكم بالكثير من الأمور، منها أيضا كاميرا 360 درجة واللي مديكم من خلالها تشوفوا محور السيارة من كل مكان، بل أيضا مديكم تأخذوا الصور، مديكم أيضا تشيلوا المركبة وتشوفوا سيثرو، تشوفوا السيارة من كل الجهات بإذن واحد أحد. وأيضا خليني أوريكم معلومات حلوة. السيارة فيها منقي هواء، لما تدخل على نظام التكييف يطلع لكم منقي هواء. منقي الهواء هذا لو تلاحظوا أنه عندكم نفس هذه النسبة، هنا النسبة الخارجية اللي موجوده، برضه هذه شاشه ديجيتال فتعطيكم الاوتسايد، وانتم هنا في الانسايد تعطيكم نقدر نقول المعلومات. طبعا السياره تدعم الكثير من اللغات، فلو رحت الاعدادات الاساسيه يمديني حتى اغير نفس اللغه. خلينا نروح، يس اقدر اغيرها، في اللغه العربيه موجوده بشكل كامل. السيارة أيضا فيها مساند صوتي تنادوا به هيلو جي تور، وبعدين تقدر تستخدموها وتقدروا تتعاملوا معها. لو تكلمنا على الأنوار، خلينا ندخل الداخلية. الأنوار، الإضاءات الداخلية، الأمبيانس لايتس موجودة، حتى التكاية اللي في النص مديكم تغيروا اللون اللي تبغوه. خلينا ناخذ لون هنا رائق ممتاز برتقالي، تدريجيا يتغير. أضيفوا إلى ذلك أيضا السطوع حقهم، يزيدوا الطريقة هذه، والوهج حق نفس السطوع يزيد. حطيت الفليشر، لاحظين الفليشر يعطيكم نفس الشيء، انعكاسات. تحط الإشارة يمين يسار تعطيكم نفس الانعكاسات على الجهة هذه. فنوعا ما فيها تبسيط من مسألة القيادة والمساندة. أوكي، جي تور قاعد تسولف معي. هلو هوا. وهنا موضوع السلامة وأيضا الأمان أثناء القيادة والمساندة موجودة في المنطقة هذه بإذن واحد أحد. هنا صنع التحكم، نجي القائمة دي موجودة أشياء أخرى، خصائص وتخصيصات للسيارة يمديكم تستفيدوا منها بإذن واحد أحد. Hello G Tour. Open the sunroof. افتحت لي السنروف. اللهم صلي وسلم. Hello G Tour. Open the windows. فالحين المفروض كل الشبابيك تفتحها. Open the windows خلاص. أيوة، شفت الشبابيك هذه كلها. القائمة فيها مساندة من مسألة المكالمات، مسألة النافيجيشن والملاحة، وأيضا مسألة تشغيل المحتوى نقدر نقول السمعي. فيمديكم تجربوها، وأيضا يمدي تضبطوا الكالبريشن عليها. خلينا نرجع الحين لأشياء أخرى. نرجع الخريطة. من ناحية الكاميرا خلينا نرجع لها، هنا عندنا كل الزوايا موجودة، وأيضا بإمكانكم تسير تحركوها. في واحد واقف جنب الكاميرا هنا واضح قاعد يصور. شيل السيارة، تقدر تسير سي ثرو تشوفوها بالكامل، رجع السيارة. وأيضا عندكم الخطوط الأمامية والخلف الأمامية، هذه تشيلوها على حسب المقود. نجعل الريموت إغلاق، ثم ضغطة مطولة على نفس زر التشغيل، لاقي السيارة اشتغلت، ومن ثم ما شاء الله شغلت الانجن، فتقدروا عن بعد ايضا تشغلوها. هذا الريموت اللي هو كنا سماعات، بسم الله تبارك الله، تصميمه حلو. ايضا ترى للتوضيح نتكلم على هذا اللي موجود هنا، الهيد ريست موجود، عندكم سماعات موجودة يمين، موجودة ايضا يسار، فاللمحة الشبابية موجودة، ايضا شاحن لاسلكي موجود. هذه الالوان مختلفه حقت الريموتات، ولكن السيارات موجوده ب5 الوان موجوده. موجود عندكم الاسود، الابيض، نتكلم على الكريم شوي، الاحمر، وايضا نوع ما البلو.
هي موجودة فيها ما شاء الله. وأيضا نتكلم على الداخليات، في لها أكثر من خيار. عندكم الشاحن اللاسلكي للجوال هنا موجود، نشيل هذول الجوال. عندكم الشاحن اللاسلكي هذا اللي موجود هنا، عندكم قواعد، عندكم هنا منافذ، منفذ USB Type C شاحن سريع، وأيضا USB A بقدرة الشحن العادية، وأيضا في عندكم في الجهة الخلفية أيضا شاحن. بعد تشغيلكم السيارة، طبعا أنتم بعيدين عن السيارة شغلتوها عن بعد مو زي كذا قاعد في السيارة، بالتالي إذا جاء واحد وفتح لكم السيارة أصلا هتعطي الإنذار، فبالتالي أول شيء الناس بتخاف، والشيء الثاني عندكم ضبط أموركم أوكي خلاص، وتعرفوا إنه أموركم مؤمنة حتى وأنتم شغلتوا السيارة عن بعد بإذن واحد أحد. من ناحية داشنج فهي متوفرة من نفس التوريدات الوطنية لنفس السيارات، وبالتأكيد نتكلم على الفئة هذه اللي موجودة الحين هي 102 ألف ريال اللي نتكلم على، بالإضافة إلى اللهم صل وسلم على محمد الضرائب، وأيضا نتكلم على إصدار اللوح، وحيكون في فئة أقل منها لاحقا بتنزل إعلان لنفس داشنج من جي تور. جيت هنا جدة عشان أشوف الإطلاق وأشوف الأشياء التك الرائقة اللي موجودة فيها، بسم الله ما شاء الله أبدع في الموضوع، أعطيهم العافية. من ناحية الضمان فالسيارة فيها ضمان 6 سنوات غير محددة الكيلومترات، أيضا التوريدات الوطنية للسيارات هم الوكيل حقها متوفرة الحين، وعندكم فرصة التجربة، عندكم الرابط يمديكم تدخلوا على الرابط وتسجلوا اهتمامكم في التجربة، وأيضا السعر خاصة أنه فيها فئة ثانية بتنزل منها بإذن الله. شيء ثاني لازم أذكره، المحرك نفسه لضمان 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. الحين الأمر الثاني أنهم متواجدين في الرياض وجدة وأيضا الخبر، ولو أتكلم على الرابط اللي أرفقت لكم إياه من خلاله سجلوا اهتمامكم في نفس تجربة القيادة، والله يبارك لي ويبارك لكم يا رب العالمين. بصراحة حركة تسوها شبابية بشكل رائع.